السيد هاني مرشح الرئاسة سبب تواجدك في البلدية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي مكرم، كنا اليوم من فضل الله بتقديم قائمتنا، قائمة الترشح لرئاسة البلدية، قائمة الوفاء بالعهد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن نحقق أهدافنا المنشودة. الله ولي التوفيق. غنايم، القائمة جاهزة وإحنا جينا لمبنى البلدية لتقديم القائمة، ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا في الحصول على أكثر كمية أصوات ونكون الرئيس القادم لباكة غربية إن شاء الله. فدوى مواسي، سيدة فدوى مواسي، سبب تواجدك في البلدية؟ تواجدي في البلدية اليوم، أنا جيت هنا مشان أقدم القائمة اللي أنا نازلة برئاستها، اللي هي قائمة مع نرتقي. طبعا في عنا مجال اليوم وبكرة بس عشان نقدم القائمة، وإن شاء الله إحنا جاهزين إن شاء الله. وحدثنا يعني أول امرأة تخوض غمار المعركة الانتخابية، شعورك أو في الانتخابات أو أجواء الانتخابات؟ طبعا أنا أشعر بالفخر في إن أنا خطيت هاي الخطوة، خطوة اللي بدها عن جد قرار جريء. كان في متوقع إنه لأنها بما إنه هي أول مرة إنه يكون في هناك معارضة أو استياء أو بسبب المفاجأة. لحسن حظي أنا شايف كثير 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 في تشجيع، مش بس من شريحة النساء، في عنا برضو من شريحة الشبيبة ومن شريحة الكبار السن، لأنه في تركيبة القائمة اللي إلنا شددنا على إنه يكون القائمة غير عائلية أو غير حمائلية، تتركب تقريبا من كل عائلة في باكة الغربية، كلياتهم أكاديميين وذكور وإناث ومن أجيال مختلفة ومن وجيل من ثقافات مختلفة. سيدة فدوى، تمنياتنا لك بالنجاح إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. سيد عادل محمد الفرخ، سبب تواجدك في البلدية اليوم؟ أول شيء سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سبب تواجدي في بلدية باكة الغربية هو مشان تقديم قوائم لقائمة عضوية في بلدية باكة الغربية. طبعا قائمتنا بتتكون من مرشح أول الأخ المحامي عبد اللطيف رسمي مصاروي، مرشح الثاني في القائمة ومحثاني في القائمة عادل محمد. اسم القائمة طبعا، اسم القائمة اخترناها بما انه الملتفين حول القائمة كلياتهم نخبة من الشباب الواعيين البالغين اللي الحريصين على مصلحة البلد، مصلحة الشباب، خدمة للشباب، خدمة لأهل باكة، خدمة لمصالح باكة. فاخترنا الاسم على حسب طلب وتوجه الشباب، فسميناها قائمة شباب الغد. سيد عادل، شكرا جزيلا لك، أهلا وسهلا.